السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرین، ہر نماز کے بعد پڑھیں، ہمیشہ پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.